الشجار ما بين افارقه وشباب من مدينه القليعه، اللي هذا الشجار اللي من بعد وقعت شجار تعرف واحد سنفر امني غير مسبوق بالقليعه، لان ما عمرنا حنا كان القليعه يلاه كان تبشرت بالخير بالامن والامان، ولكن من بعد وقع شيء تجرع الرعب في الساكنه، لان من بعد الحادث اللي وقع انه تجمعوا بعض الافارقه هجموا على بعض المنازل بالرشق بالحجاره، وكما سمعنا ان كان اتصاب شيء افريقي ما بعد انه ضرب مع شي مغربي هنا، وهادشي اتصاب في الرقص ديالو، وحضرت عين المكان عناصر الدرك الملكي والسلطه المحليه، وتم النقل الافريقي احد المواطنين المغاربه على وجه السرعه للمستشفى الاقليمي بإن سكان. ومن هنا حنا كساكنه كنجدوا الجهات المعنيه وعلى راسهم عامل الاقليم انه خصو يدار حل لهذه الافارقه، لان لا يعقل ان ولاو الناس بسببهم كيحسوا باللا امن بالقليعه. واش يكون اعتداءات؟ هذا السبب راه كما قلت لكم، هذا السبب كيرجع بان كانت المشتده ما بين بعض الشباب القليعه والافارقه، من بعد وقع المشكل ان لاول مره والله اعلم على الصعيد. ولكن هذا الشيء يدق ناقص الخطر، لان لا يعقل ان الافارقه اللي كنشوفوهم هنا ولاو الله اعلم اكثر من ساكنه القليعه. لا نعاود نعاود بشويه.